هذا يقول جاء في حديث أبي هريرة الرحم فجنة من الرحمن في الحديث، المراد تأكيد، المراد بذلك تأكيد حق الرحم، وأن الرحم لجأت إلى الله عز وجل واستعاذت به، فقال أما يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. واشتق الرحم من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، اشتق الرحم من اسمه الرحمن، فالرحم لها حق عظيم، من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله. الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب.